لنقاش ملف تقرير البعثة الأممية ينامي عن استمرار الإفلات من العقاب في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل. أستاذ بهاء، بداية مرحبا بك. مطالبات البعثة الأممية، مطالبات من ناشطين، مطالبات أيضا من ذوي الضحايا، مسلسل الإفلات من العقاب مستمر في العراق 20 عاما وهذا المسلسل مستمر، رغم هذه المطالبات كلها إلا أن الإفلات من العقاب مستمر والقاتلون مرتكبو الجرائم في العراق هم يسرحون ويمرحون، لماذا برأيك؟ تحياتي لحضرتك أستاذ الكريم وإلى جمهور قناة رافدين. تقرير اليوناني اللي صدر اليوم يعتبر مكمل للحاطة التي قدمتها جينين بلاسخارت إلى مجلس الأمن في 17 أيار الماضي. الاتهامات موجودة للسلطة وللميليشيات بقتل المتظاهرين، لكن لحد الآن لا يوجد تحرك حقيقي وجاد نحو بسط الأمن في العراق ومحاسبة مرتكبين الجرائم سواء ضد المتظاهرين أو ضد الناشطين أو حتى ضد الصحفيين. هذا يعني بأن الحكومة هي مكبلة ومكتفة لأنه يسيطر عليها الميليشيات من جميع مفاصلها، وهذا قاله وزير الداخلية قبل أيام في أحد لقاءاته، قال أنا لا أمتلك صلاحية تحريك سيطرة. أنت تتخيل أن وزير داخلية حكومة يعترف بلسانه بأنه غير قادر على تحريك عنصر أمني واحد من مكانه. هذا يثبت لك حجم التوغل الكبير والعميق للميليشيات داخل المؤسسة الأمنية. طالما صار هنالك توغل داخل المؤسسة الأمنية، إذن لا أحد يتوقع أن يكون هنالك محاسبة لمرتكبي تلك الجرائم. طيب، هذا أمر معروف يعني للجميع. أستاذ بهاء، يعني هناك البعثة الأممية، بعثة الأمم المتحدة يونامي، تقول أنها ستكون هناك مراقبة دولية لمدى استجابة الحكومة لمراقبة أجهزتها وميليشياتها التي ترتكب هذه الانتهاكات. ترى هذه المراقبة الدولية ما الجدوى منها؟ هي مجبرة أن تقول بهذا الكلام حقيقة، لأنه بعثة اليونامي كان لها دور فعال في الانتخابات الأخيرة، ومجلس الأمن أيضا دعم الانتخابات الأخيرة، وبالتالي هو داعم للحكومة الحالية أيضا والحكومة القادمة إن جاءت حكومة، إن تمكنوا من تشكيل حكومة. الاعتراف الدولي بهذه الحكومة رغم علم المجتمع الدولي بأن هذه الحكومة لا تمثل ولا 1% من الشعب العراقي يجعلها في موقف محرج بالنسبة لباقي الدول في مجلس الأمن، لأنه هي تدعم هذه الحكومة سياسيا وقاعد تدعمها بكل المجالات، لكن لا يوجد هنالك مردود من هذه الحكومة التي يمكن أن تعول عليها. اليونامي الآن أصبحت بين مطرقة وسندان، بين رغبة المجتمع الدولي في إحلال الأمن والسلام في العراق وبين إصرار الميليشيات على بقاء الحال كما هو عليه في العراق، وفي نفس الوقت وضع هيئة الأمم المتحدة في هذا الموقف الحرج بين الرغبتين. هذا ينطي دليل بسيط بأنه لا يوجد هنالك من يستطيع الآن فرض سياسة الأمر الواقع وإحلال الأمن في العراق من أي شخصية موجودة في الحكومة أو من خلال الأحزاب. هذه العملية السياسية برمتها أثبتت فشلها منذ اليوم الأول التي سيطرت فيها الميليشيات على مفاصل. التقرير أستاذ بهاء، تقرير الجريدة البعثة الدولية عن الجرحى والشهداء الذين قضوا في ثورة تشرين على أيدي الميليشيات والأجهزة الأمنية القمعية في العراق، يونامي هنا عندما يعني تتحدث عن مراقبة دولية وعندما تتحدث في تقارير في تقارير سابقة وتقارير ربما لاحقة، ما الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة لذوي الضحايا؟ هل قامت بجلب الذين قاموا بقتل المتظاهرين وقدمتهم إلى العدالة؟ هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ أكيد لا، يعني اليونامي لا سيطرة لها على أي شخص موجود في العراق ولا سلطة لديها، هي مجرد الآن وسيط بين الأحزاب لتقارب وجهات النظر لتشكيل حكومة، هذا ما يريده المجتمع الدولي لا أكثر. أما موضوع محاسبة المسؤولين عن قتلة المتظاهرين، محاسبة المسؤولين عن الفساد، محاسبة المسؤولين عن الحال اللي وصل إلى العراق بعد 19 عام من الفوضى السياسية والاقتصادية والتعليم والصحة وكل ما ذلك،
هذه الفوضى اللي حصلت الان يونامي تعتبر واحده من الاسباب، يعني مسؤوله بصوره مباشره او غير مباشره عن ما يحصل، لانه يعني المفروض انه كل ما يحدث في العراق تقدم احاطه الى مجلس الامن وتعلم مجلس الامن، وبالتالي مجلس الامن يتخذ قرارات. لكن التقارير اللي كانت تقدمها اليونامي منذ بدايه ثوره تشرين واستخدام اسلوب المجهول، يعني دائما تستخدم انه قتل المتظاهرين على يد مجهولين، هذا ما خلى مجلس الامن بالصوره الحقيقيه لما يحصل المتظاهرين داخل بغداد او في المحافظات المنتفضه. لكن الان تغيرت النبره من بعد الانتخابات وبعد نتائج الانتخابات، تغيرت النبره وقامت تسمي الاسماء بمسمياتها وتتكلم بلهجه حاده معهم، لكن هي تعلم جيدا بالاسقاط بانه ما تفعله لن يفضي الى شيء طالما ان هنالك سيطره على ارض الواقع من خلال الميليشيات ومن خلال قاده الاحزاب الذين يسيرون ما يريدون ويسيرون الوطن كما يريدون. هذا امر منتهي. طيب. يعني ولكن كيف نفهم هذه المعادله عندما نفهم هذه المعادلة عندما تشكل لجنة لتقصي الحقائق؟ هذه اللجنة حكومية، ويونامي تطالب الحكومة بمراقبة الأجهزة الأمنية وبالمراقبة الدولية على الميليشيات وعلى من تسبب بقتل المتظاهرين متظاهري ثورة تشرين. يعني هل هناك تعويل على لجنة تقصي الحقائق من قبل يعني بعثة الأمم المتحدة؟ أستاذ العزيز، منذ 2003 منذ بداية الاحتلال الآن، لو نعد عدد اللجان تقصي الحقائق واللجان التحقيقيه اللي طلبت انشائها الحكومات المتعاقبه بمختلف الحوادث اللي حصلت من تفجير المرقدين الى التفجيرات اللي حصلت الى الخروقات الامنيه اللي حصلت الى قتل المتظاهرين، لا توجد تقارير، لا توجد تقارير، هي مجرد تشكل لجنه جمعنا خيوط لكن النتائج لا توجد. يحاول دائما السياسيين الهاء واشغال الراي العام لحرفهم عن مسار التحقيقات ولا تصل الى نتيجه. لا توجد هنالك لجنه حقيقيه تم تشكيلها في فتره معينه وقدمت نتائج ملموسه، حددت المسؤولين عن الفعل اللي حصل والقضاء اتخذ الاجراءات المناسبه بحقه. لا يوجد، هي مجرد تشكيل لجان. ما حصل مثلا يوم امس تسريب امتحانات الثالث، تم تشكيل لجان. ماذا سيحصل؟ لن يحصل هنالك شيء. لن يتغير شيء، تم تشكيل لجان وبالتالي سيمضي الامر مرور الكرام ولن يحصل شيء. هذه اللجان اذا كانت بلاصقار تعول على الدوله، على الحكومه التي ليس بيدها اي شيء وكل امر متعلق بيد الميليشيات، اذا كانت بلاصقار تعول على الحكومه وعلى لجان الحكومه، فاعتقد انها بعيده جدا البعد يعني عن الواقع اللي نعيشه في العراق. نعم، من مدينة اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي سيد بهاء خليل، شكرا جزيلا لك.